الآن يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ممشى الطائرة ليستقبل أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في هذه الزيارة الأخوية وهذه الزيارة المهمة لدولة شقيقة إلى مصر التي تستقبل كل الأشقاء على السواء، علاقات طيبة، ومصر دائما في قلب كل العلاقات العربية، ما يتضح بشكل كبير في هذه الزيارات المتبادلة وما يتم توقيعه من بروتوكولات وغيره. إذن يستقبل الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي أخاه على سلم الطائرة. مشاهدينا الكرام، وصل للتو جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى أرض القاهرة في هذه الزيارة المهمة والأخوية.